مرحبا من جديد. ينتظر الرأي العام في مصر قرار الحكومة المصرية النهائي بشان قضية تشييد مصنع أسمدة كيماوية في محافظة دمياط خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد نبه مراقبون إلى أن التلوث الذي سيحدثه المصنع الذي تمتلكه شركة كندية يمكن أن يقوض الدعائم الاقتصادية الثلاث لمدينة دمياط والمتمثلة أساسا في الزراعة والصيد البحري والسياحة. لا حوار لا تفاوض لا كلام، شعارات رفعتها محافظة دمياط المصرية على كل بيت ومتجر وشارع، ليس من باب الخوض في السياسة هذه المرة، وإنما احتجاجا على مسعى شركة أجريوم الكندية لتشييد مصنع أسمدة بتروكيماوية في أجمل بقاع المحافظة، وهي المنطقة التي يلتقي فيها النيل مع البحر المتوسط. فلماذا هذا الاحتجاج على إنشاء ذلك المصنع؟ ولماذا وصل الأمر إلى وقوف أعضاء في الحزب الحاكم نفسه ضد المشروع في خضم واحدة من أكبر الحركات الشعبية الاحتجاجية المنظمة التي شهدتها مصر منذ ثورة يوليو؟ هياخدوا من مأخذ من نهر النيل مية بمعدل 1200 متر مكعب مية كل ساعة للتبريد. المفروض طبقا لقانون البيئه ان الميه دي ترجع لنهر النيل تاني بعد المعالجه. للاسف الشديد هم هيصرفوها في البحر الابيض المتوسط، وده اخطر ما في الموضوع. معارضو المصنع الذي تبلغ كلفته اكثر من مليار دولار يتهمونه بانه سيدمر بدم بارد صحه المواطنين وقطاعي الزراعه والسياحه، اضافه الى قطاع الصيد في هذه المحافظه التي تشكل معقلا لنحو 60% من اسطول الصيد المصري. بل ان هناك من يتحدث عن بعد اخر في القضيه. المساله كلها عنوانها هو الفساد. لان النهارده معلش انا خصم مش ايه اجري، انا خصمي النهارده من يفرط في ارض مصر بهذا الاسلوب وبهذا التاريخ. عقد يبرم يكون نصيب الحكومه المصريه 24%، معنى كده ان هو بيهرب من خط جهاز مركزي المحاسبات. يعني المفروض ان 25% او فوق بيتبدا خط جهاز مركزي المحاسبات. ادي واحد. اثنين، بدي ارض جزيره الصبار سعر المتر 40 جنيه، في ارض سعر المتر فيها يتجاوز 2000 جنيه. اما شركة اجريوم فلها وجهة نظر اخرى. البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس بيتكلم على اقامة 1000 مصنع. طب ده مصنع واحد ب 8 مليار جنيه، وسيد وزير الصناعة قال الصناعة قاطرة الاقتصاد. أوقفنا الإنشاءات في الوقت الحالي، لكننا ما زلنا في وضع التنفيذ الكامل لأنشطتنا الهندسية وأنشطة المشتريات. أما بقية المواطنين المصريين خارج محافظة دمياط فإنهم يتابعون بشغف هذه القضية التي تحولت إلى واحدة من أكبر قضايا الرأي العام في مصر، بل أن ثمة محافظات أخرى مثل محافظة السويس بدأت تعد عدتها من الآن لمواجهة احتمال نقل هذا المصنع المثير للجدل إلى أراضيها. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور بهاء بكري، رئيس المكتب التنفيذي لحزب الخضر في مصر. دكتور بكري، بداية، ما الذي يجبر شركة كهذه الشركة الكندية أخذت موافقة السلطات ووضعت استثماراتها، ما الذي يجبرها على الرحيل؟ الضغط الشعبي والخطأ المبدئي في توطين هذا المصنع بالذات في هذه المنطقة، لأن ده مخالف للقوانين بتاع تقسيم الأراضي في مصر واستخدامات الأرض، ومخالف لطبيعة المنطقة اللي هو بيتحط فيها، وحتى مخالف للطابع الأمني لهذا المصنع، لأنه مصنع بهذا الحجم وبهذا الضخامة في الاستثمارات وبهذا التأثير المتوقع على البيئة، سواء البيئة الاجتماعية أو البيئة الاقتصادية لمدينة مستقرة زي دمياط. أعتقد أنه في كثير من المآخذ اللي تمنع الاستمرار في هذا المشروع. لماذا لا يستمر مثل هذا المشروع إذا ما علمنا أنه يأتي دكتور بكري ضمن منطقة صناعية، وهناك الكثير من المصانع مشابهة لهذا المصنع كمصنع موبكو لإنتاج الأسمدة مقابله؟ المصانع في مصر أو المناطق الصناعية كل منطقة لها سماتها الخاصة، مش ممكن تحط مصنع بتاع كيماويات جنب مصنع بتاع حبوب أو بتاع منتجات غذائية.
ده من ناحية المناطق الصناعية. فتوطين الصناعة في مصر يجب أن تخضع إلى توزيع المصانع وفقا لخصائص كل صناعة بحيث لا تؤثر الصناعة على بعضها. هناك يوجد مصنع مشابه لمصنع أجريوم مشابه له مجاور له مصنع موقف ينتج أسمدة. الحجم بتاع المصنع بتاع أجريوم حجم عملاق جدا، وهذه المصانع مصنفة عالميا أنها القائمة السوداء من الناحية البيئية. واللي عاوز أقوله أنه المنطقة بتاعت مصر أو الشرق الأوسط عموما بيشهد في المرحلة الأخيرة نقل لكثير من الصناعات المستهدفة لاستهلاك الطاقة أو استخدام الخلل في القوانين المحلية. ابتدوا ينقلوا كثير من المصانع إلى منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر، ومنها هذا المصنع. يعني المصنع ده في اقتصادياته بيعتمد على الغاز المدعم، بيعتمد على. طب ألا تعتقد أن السلطات المصرية ومنها وزارة البيئة أعطت الموافقة لهذا لإقامة هذا المشروع؟ يعني أخذ الموافقات، يعني هناك أجريت دراسات بيئية أظهرت أن المصنع آمن. سيدي الدراسات في مصر أقدر أقول أنها مخترقة، لأن هذا المصنع لو جبنا الموافقات، هو أخذ كل الموافقات من كل الأجهزة الرسمية وأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي المصنع من الناحية القانونية يعني الحكومة المصرية موافقة عليه وفقا لكل الدراسات اللي تقدمت. ولكن زي ما سمعته في التقرير أنه هياخد أولا مية من النيل، مية عذبة، وبعدين هيصب النواتج بتاعته في البحر، هيعملوا له ميناء خاصة، هيشغل مجموعة من المفاعلات اللي موجودة فيه، وبعدين في مشكلة النفايات اللي بيطلعها المصنع ولم تحل إلى الآن، النفايات هيودوها فين؟ وبعدين مصنع زي ده بهذه الخطورة بيتحط على ساحل البحر بيبقى مؤثر من الناحية الأمنية، لأنه أي انفجار أو أي استهداف لهذا المصنع من البحر قد يؤدي إلى خلق سحابة مسممة على كل منطقة دمياط والمناطق المأهولة اللي حواليه، ودي فيها حوالي 1,000,000 نسمة. فما نقدرش نجازف بوجود هذا المصنع والمخاطر البيئية التي تنجم عنه في وضعه في هذا المكان. يوجد أماكن أخرى ممكن يتحط فيها المصنع، في برج العرب أو في الصحراء الغربية أو، ولكن اختيار هذا الموضوع بالذات كان نتيجة لتسرع من الموافقات اللي ادتها الحكومة، وكان مخالفا لسياسات استخدامات الأرض في مصر أو الاستماع إلى الأهالي اللي ساكنين في المنطقة اللي هم بيشكلوا المرجع الأخير في قبول المصنع. شكرا لك دكتور بهاء بكري، رئيس المكتب التنفيذي لحزب الخضر في مصر.